وأكد المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للفنون نبيل رزق على الاحتياج لعمل فني يتوثق للأحداث التاريخية الكبيرة التي مرت بمصر على مدار العصور المختلفة. احنا مفتقدين لجزئية السينما ان هي تؤرخ لنا الأحداث الهامة في تاريخ مصر. مصر طبعا ليها تاريخ عظيم جدا، يبدأ من أول فراعنة لغاية النهاردة، لغاية الوقت اللي احنا فيه. فنهاردة احنا بنحاول من خلال هذه الاحتفالية ان احنا نتكلم على الأفلام العظيمة اللي اتعملت في الخمسينات، في أوائل الخمسينات، لتجسيد فكرة الثورة من خلال أعمال حتى بطريق مباشر أو غير مباشر. يعني مثلا من أعظم الأفلام فيلم الأرض. فيلم الأرض النهاردة هو طريق غير مباشر أو فيلم غير مباشر بيتكلم على الثورة